من 100 سنة انتهت الخلافة العثمانية في تركيا، لكن هل كان ممكن تتنقل الخلافة لمصر ويكون فؤاد الأول هو ملك مصر وخليفة المسلمين؟ خلال القرن السابع على نهاية الدولة العثمانية اجتمعت عليها أسباب سياسية واجتماعية أدت لضعفها، لحد ما اتكتبت نهايتها بالهزيمة في الحرب العالمية الأولى وتفككت الإمبراطورية، وما أنقصش أراضي تركيا إلا حركة قومية قادها مصطفى كمال أتاتورك لتحرير بلاده. وعشان ما تكونش البلاد برصين زي ما تقال وقتها، تخلص أتاتورك من الخلافة على مراحل. في البداية خلاها منصب ديني من غير سلطة، وبعدها أعلن الجمهورية سنة 1923، وأخيراً خلع الخليفة الأخير عبد المجيد الثاني وألغى نظام الخلافة في 3 مارس 1924، وهنا بيصبح المسلمين لأول مرة في تاريخهم بدون خليفة، وبتصبح الخلافة هي مسألة المسائل عند العامة وفي الأوساط الدينية والسياسية في تركيا وفي مصر والحجاز والشام وكل بلاد المسلمين لحد أندونيسيا والهند. وشهدت الصحف سجلات فقهية في مسألة وجوب الخلافة شرعاً، وذهبت بعض الآراء إلى أن كل المسلمون آثمون إذا لم يبايعوا خليفة أو إمام، وتطلع ملوك وأمراء للقب الخلافة لتوسيعة نفوذهم ولو شكلياً فقط، منهم الشريف حسين ملك الحجاز اللي أعلن نفسه خليفة وأخذت له البيعة في بلاده، لكن دعوته ما لقتش صدى أبعد من كده، وانتهى أمره في سنة 24 لما اضطر يتنازل عن العرش. أما المرشح الثاني فكان فؤاد الأول ملك مصر اللي عجبته الفكرة وأوحى لحاشيته بالتمهيد لمبايعته بالخلافة، وتمت الدعوة وقتها لإقامة مؤتمر إسلامي عام للخلافة في القاهرة وبرئاسة شيخ الأزهر بمشاركة كل المجتمعات التي تدين بالإسلام لمبايعة أحد الملوك بخلافة المسلمين. وشكلت في مصر لجان الخلافة اللي كانت مؤلفة من شيوخ بيلفوا على المدن والقرى لنشر فكرة مبايعة الملك فؤاد. وفي عز نشاط الحركة دي صدر في مصر سنة 1925 كتاب الإسلام وأصول الحكم للشيخ علي عبد الرازق، وهو عالم أزهري وقاضي شرعي بمحكمة المنصورة، وأثار بكتابه ده معركة فكرية وسياسية ملهاش نظير في تاريخنا الحديث. وفكرته الأساسية إن الخلافة ليست من الإسلام وإنها وسيلة استخدمها الملوك لإخضاع العباد، فكان الكتاب كالسهم الموجه للجالس على عرش مصر، وزاد الجدال اشتعالاً إن لم يكن نصرة للدين فنصرة للملك، لحد ما درست هيئة كبار العلماء الكتاب وحكمت مؤلفه وقررت إخراجه من زمرة العلماء. وسواء أصاب الشيخ علي أو أخطأ فيكفي شجاعته في مواجهة الذات المصونة التي لا تمس، وإنه وقف قدام ملك كان وراه الإنجليز وكتير من أصحاب المصالح. ملك حل البرلمان مرتين بالمخالفة للدستور، ملك أسقط وزارة الوفد لصالح حزب أنشأه القصر، وهو حزب الاتحاد اللي كان بيشارك فعلاً في الحكومة الموجودة وقتها برئاسة أحمد زيور باشا اللي كان غايب في أوروبا وقت صدور الحكم، وكان رئيس الوزراء بالنيابة عنه هو يحيى إبراهيم باشا رئيس حزب الاتحاد. لكن الحكومة كانت ائتلافية وتشكلت أساساً من حزبين، هما الاتحاد والأحرار الدستوريين، وإذا كان الاتحاد مع الملك فالأحرار مع آل عبد الرازق، وهم أسرة من كبار الملاك ومشهورين بالثروة والنفوذ والعلم، وكانوا من أعمدة حزب الأحرار اللي رئيسه عبد العزيز باشا فهمي، كان هو نفسه وزير الحقانية اللي المفروض ينفذ الحكم ويفصل الشيخ علي من القضاء. وكأن المسألة كان ممكن تكون أخطر، دين وملك وكمان حكومة وأحزاب، وما نفذش عبد العزيز فهم الحكم لكن أرسله للجنة أقسام القضايا لاستطلاع رأيهم، هل التأديب للسلوك أو للرأي؟ وهل يسري حكم هيئة دينية على الحكومة المدنية؟ اعتبرها يحيى إبراهيم مخالفة لا تختفر وطلب من الوزير الاستقالة، ولما رفض لجأ للملك طبعا واستصدر مرسوم بإقالة عبد العزيز فهمي، واعتبرها الأحرار الدستوريين إهانة كبرى، والرد كان استقالة كل وزراء الحزب من الحكومة وعددهم 4 وزراء، فحصلت أزمة وزارية غير مسبوقة. وبسرعة اتعين وزراء جدد مستقلين، وزي ما هو متوقع الاتهامات بين حلفاء الأمس تجاوزت الأمور السياسية ووصلت للدين، وادعى طرف انه حريص على الدين والآخر لا، واستمر الجدل دين
ولا سياسة؟ شريعة ولا دستور؟ حرية ولا استبداد؟ وللأسف انتصر الاستبداد، لكن إلى حين. واتفصل الشيخ علي عبد الرازق من القضاء، وهتمر 20 سنة قبل ما يرجع لزمرة العلماء. ورغم كل اللي كان بيحصل للشيخ علي، كان الدكتور طه حسين في الوقت نفسه بيكتب كتاب تاني خطير هيصبح معاه مهدد بالفصل من الجامعة ومن البرلمان، وهيتعرض بسببه على النيابة. لكن دي حكاية تانية حصلت من 100 سنة.